قصف صاروخي تلاها بعد ذلك طائرتين مسيرة موجهة، كان من المفترض بحسب المعلومات الأمنية إلى إحدى المنشآت النفطية، الواضح بأننا نتحدث عن نفس المنشأة هنا، وبعد ذلك جاء الهجوم الصاروخي الذي نتحدث عنه الآن. برأيك هل هذه الهجمات ستغير من معادلة الاتفاقية التي قامت بها مجموعة كار مع تركيا؟ هل تعتقد بأنها ستؤثر، ستوقفها، سنصل إلى مفاوضات معينة، أم مواجهة مع هذه الأجندات الإيرانية التي نتحدث عنها الآن ومما تريد فعله خدمة لإيران؟ لا، أنا لا أعتقد أن هذه الصواريخ هي رسائل تحذيرية أستاذ أحمد، لا أعتقد أنها ستحدث تغيير على الواقع، لأن هذا الموضوع مرتبط بأمريكا، مرتبط بتركيا من جهة، يعني إيران ستدخل في صراع مع تركيا ومع الدول المستفيدة، لأن تركيا سيكون هذا الغاز يعني تحتاج إلى هذا الكمية من الغاز، فهنا يعني أما أن تعطي إيران الغاز بأسعار أقل لتركيا إذا رفعت العقوبات طبعا، أو أن تركيا تتضرر، يعني بالنتيجة هو القصف سيضر بمصالح ليس العراق أو إقليم كردستان، ولا سيضر بمصالح تركيا وسيخلق أزمة أعتقد يعني سياسية بين طهران وأنقرة. فهذا الأمر لا أعتقد أنه الهدف منه هو الإيقاف، ولكن الهدف منه هو إرسال رسائل مزدوجة على مستوى موضوع الطاقة. قرأنا في بداية التداخل أستاذ أحمد، هذا يعني أكملنا هذه القراءة. أما بالنسبة إلى الموضوع الرسائل السياسية الموجودة، طبعا مرتبطة أيضا بالدفاع الإقليمي لتشكيل جبهة مع الحلبوسي والصدر، هذا أيضا أمر يعني قد يفرغ النفوذ الإيران من محتواه مع انزواء القوى المرتبطة أيديولوجيا بإيران أو من ما تطلق على نفسها اسم الإطار التنسيقي، وهي في الغالب يعني القوى الفاعلة في هذا الإطار. هناك قوى مستقلة وهناك قوى وطنية أيضا، ولكن القوى الفاعلة هي القوى التي تمتلك فصائل، هي القوى التي تمتلك الدولة ولا الدولة، يعني تضع قدما هنا وقدما هناك. فهذا الأمر أيضا عملية هو أشبه بعملية عزل لهذه القوى، وهذا يضر ب يعني استراتيجيات النفوذ الإيراني بالمنطقة التي تنطلق من العراق صراحة. يعني العراق هو لماذا تصر إيران على عدم رفع الحرس الثوري على سبيل المثال من قائمة الإرهاب؟ يعني تصر أنه يجب أن يرفع عفوا، لأن هذا الموضوع الحرس الثوري هو لا يعني هذه استراتيجية دفاعية تقوم بها إيران في المنطقة، بمعنى أنه انسحاب الحرس الثوري من مناطق الحروب البديلة والميادين البديلة يعني تفوق إسرائيل، يعني إسرائيل سوف لن تترك هذا الانسحاب يعني يمر، فمعنى هذا أن تنكف إيران إلى الداخل، وإيران اعتمدت على استراتيجية الحروب من الخارج وليس من الداخل بعد تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية عام 88 ونهاية عام 88. لم تقم إيران بأي حرب داخل إيران حتى 98 حينما حصلت المشكلة مع طالبان، يعني إيران دعمت يعني الأحزاب الأفغانية شاه مسعود وجبهة الأحزاب السبع ضد طالبان، ولم تتدخل عسكرياً أو تقوم بحرب مباشرة. فإذا استراتيجيات إيران الدفاعية نشاهدها ونقرأها بحركة إدارة النفوذ على المستوى العسكري التي يقوم بها الحرس الثوري بالمنطقة، وبوارة هذا النفوذ هو من الساحة العراقية، ولذلك الساحة العراقية على المستوى التجاري والسياسي والاقتصادي والأمني هي تعتبر الخاسرة الإيرانية، وإذا انغلقت أو حصلت مشاريع سياسية تغلق نافذة النفوذ الإيراني فإيران يعني انتهت، يعني فسيتحول العراق إلى العدو الرئيسي لإيران. فلذلك العراق يجد نفسه بين مفترق طرق، ولذلك أنا عبرت في تصريح لإحدى الصحف البريطانية أستاذ أحمد، أختم بهاي النقطة، أقول يعني قلت أنه فترة الانسداد السياسي في ظل التطورات التي حدثت بالعالم وفي المنطقة قد يعني تبدو هي سيئة على المستوى الداخلي، ولكن على مستوى المواقف الحكومة العراقية لا، جيدة جدا. أمزين عندنا انسداد حتى ما يطلع عندنا موقف، لأن احنا مطالبين بمواقف، أما أن نقف مع إيران أو تركيا، أما أن نقف مع روسيا أو أمريكا. فحالة عدم وجود حكومة وحكومة تصريف أعمال أنطت العراق أريحية، يعني فهمت، أن يخرج من دائرة الحرج الاستراتيجي العالمي، ولكن مع تشكيل الحكومة بكل تأكيد يجب أن يكون للعراق، العراق دولة محورية على مستوى الجغرافيا
وعلى مستوى الطاقه، فسيكون لاعب مهم جدا. عليها على النخب السياسيه ان تدرك هذه المعادله السياسيه وتعرف ان الذين استهدفوا مواقع الطاقه العراقيه هو استهداف لسياده هذا الوطن ولثروته.